نظمت كنيسة العذراء مريم وسبع رؤساء الملائكة في بيلفيلد التابعة لولاية شمال الراين وأستيفاليا في غرب ألمانيا في الفترة من 16 ل 18 أغسطس مؤتمر للأطفال بعنوان الرب نوري وخلاصي، شارك فيه 30 طفل من أبناء الكنيسة. تضمن المؤتمر اللي أقيم في دير الشهيد ماري جرجس للراهبات في نهايم إلى جانب التسبحة والقداسات اليومية عدد من الموضوعات المناسبة لمرحلة الطفولة وأفلام تعليمية وفقرات رياضية وترفيهية. حضر المؤتمر نيافة الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا ورئيس دير القديسة العذراء مريم وقديس موريس بهوكستر وتماف أكساني رئيس الدير المستضيف للمؤتمر، وأيضا عدد من الخدام والخادمات وبعض الأسر القبطية اللي جاءوا بصحبة أطفالهم.